لازم نرحب باسمكم باسم اعضاء جمعيه مربي طاهر فضل باجي بضيفنا الكريم اللي شرفنا من مصر الى اوروبا الاستاذ محمد نبيل بورس عضو الجمعيه المصريه لطاهر الباجي والحكم المعتمد الدوليه واللي راح يشرفنا اليوم ويشرح لنا عده محاضرات تسلسليه مثل ما اشرنا فيها بالاعلانات السابقه. فاهلا وسهلا بالحضور الكرام واهلا وسهلا بالضيف الكريم. تفضل. مساء الخير جميعا. مساء الخير جميعا. طبعا شرف ليا ان انا نجيب اعلاء. احب اشكر استاذ ماجد عبد الصديقي. احب اشكر معالي مربي دور الاب والبجي واي سيد سبب الحضور. وان شاء الله انا النهارده يعني اقرا فيكم ويعني هنتطرق لكذا موضوع باذن الله في التفصيل. يعني لو حد عايزني اساعده في اي حاجه معاك تاني معايا تاني. شكرا ليكم كلكم. اول حاجه انا عندي في كذا بارت هنبتدي بيه. في اجزاء هتبقى دسمه شويه وفي اجزاء هتبقى سيمبل وبسيطه. فكنت بتكلم النهارده مع ماجد مش هبتدي بالصعب مره واحده هبتدي بجزء سهل بعد كده هاخد الاسئله بعد كده هخش على الجزء اللي هو الكومبليكيت شويه بعد كده هنشوف الاسئله بعد كده هخش على جزء سهل تاني وهكذا لغايه ما نخلص كل الاجزاء العمليه. تمام؟ اول حاجه عندي تصنيفات طائر الطائر. اول حاجه عندي تصنيفات طائر الطائر. اول جزء عندي المجموعه الاساسيه. مجموعه الالوان الاساسيه. مجموعه الالوان الاساسيه دي هيخش فيها الاحمر والازرق والدارك فاكتور والدومينانت الاستراليان دومينانت جراي جراي جراي. وفي حاجه اسمها دست دي مش موجوده او مقارنه الريسيسيف بوينت اللي هو الاوريجن او الدانيش بوينت. وفي حاجه اسمها الانجلش ريسيسيف بوينت والجراي جراي الستيت والديود والريسيسيف ايفن والايروس والانسرتايل والفايلوت. المجموعه دي كلها تنجلب تحت الميجور كولر تايبس اللي هي مجموعه الالوان الاساسيه. في الالتر ماركينج تايبس مجموعه العلامات صحبه العلامات المتغيره زي عندنا الجريني. في حاجه اسمها الاستريلين فيلك مش موجوده او مقارنه الاوبراين السادل باك اللي هو زوز سبع الكلير وينج وحاجه اسمها الانجلش فيلك والسيلف بلو والستاندرد. فخلينا هنتكلم مثلا ان مجموعه العلامات المتغيره هنا انا عندي الاساسي الجري وينج والاوبراين والسادل باك والستاندرد. دي الطفرات اللي بتلاقي فيها تغيير او اختلاف في العلامات اللي على الجسم. المجموعة الثالثة مجموعة صحبة الصبغة البنية اللي هي السينامون بيجمنتيشن. اللي هي زي السينامون زي الاسمي الانجلش براونينج والاستراليان براونينج مش مشكلة الجيرمان فالو والسكوتش فالو والانجلش فالو أو أي أنواع أخرى من الفالوس اللي تم ذكرها أو الزغل وقالوا إن هي اخترعت. مجموعة الوجوه، ما دام بقول مجموعة الوجوه يعني في تغيير ما أو اختلاف في الوش. فلما بقول الفيس تايب جروب يعني أنا بتكلم اليلو فيس سواء تايب 1 اللي هو نوع أول أو يلو فيس نوع ثاني اللي هو تايب 2 أو الجولدن فيس سنجل فاكتور أو الجولدن فيس دبل فاكتور. في حاجه اسمها الاستراليان وايت كاب مش مشكله لان في ناس بتقول ان هي من فتره لفتره بتطلع ومش قادرين يعني
يقيسوا ازاي القطع المنطقه المجموعه اللي بعد كده مجموعه المبرشات اللي هي الباي جروب. انا هقول باي جروب يبقى اساسي فيها الدومينانت باي. الدومينانت باي والبانش ريسيسيف باي اللي هو الهوريكال او الهارلكين او والموديل والدارج باي والتي اي سي اللي هي الدارج اي بي والارتفيشال باي. دي مجموعه الباي. اخر جزئيه الكلير بوديز. وانس انا بقول كلير بوديز يبقى انا بتكلم على تكساس كلير بودي على ايست كلير بودي الدارك بيبي وفي حاجه الديرانيو كلير بودي وفي الكلير بودي بلاك وينج وفي البلاك وينج اللي هو طالع من سنتين اللي هو بيطلع حاليا في مصر والعراق اللي هو جاي اساسا من بنزويلا. دي مجموعه الكلير بودي. تمام. اللي بعد كده مجموعه الريش. مجموعه الريش اللي فيها اختلاف او تغيير او تعديل حصل. فما دام بقول الفيزر تايب جروب يبقى انا بتكلم على البريس واللونج فلايت اللي هو الحته طويله او الفيزر كاستر اللي هو منفضل من الدوار اللي هو العصفور بيفضل الريش بتاعه بيطلع لغايه لما بيموت وعمره بيتكرر في ست شهور مش اكتر. والفيزر نيكس ساعات بنلاحظ ان في عصافير استرالي بادجي بيطلع لها زي بيقولوا عليها شروال او زي ريشه على رجلها. وفي البفر اللي هو بيبقى اوفر سايز. في المجموعه الهيكليه في حاجه اسمها الكوليدكتايل يعني العصفور رجله بيبقى ممكن صباع زياده ممكن اكبر سنه فيها عقل زياده. في حاجه اسمها ستار جيزر اللي هو المحلقون نحو السماء. العصفور دي اصلا طفره بتتولد او بيحصل ليها نشوب العصفور بيبقى الباك لاين بتاعه العصفور باصص لفوق وده ملهاش دعوه بموضوع الهزه اللي بتيجي في البريس. يعني كان زمان كان في كذا حد بيقول ان ممكن يكون البريس ستار جيزر فدي حاجه ودي حاجه خالص. اذر تايبس انواع اخرى زي الهاف سايكر اللي هو الفايبر. تمام. ده اول جزء سهل خالص. في اي سؤال في الجزئيه دي؟ سؤال الهاف سايد هل هو ثيوري يعني هو خلل جين وليس طفره يعني لا يمكن انتاجه حتى ما دول دمج الاطفال هاف سايد مع هاف سايد؟ ابدا. هما بيسموها الكاريرا او الهاف سايد بتنتج ان عدد حيوانين منويين بيخصبوا بويضه فكان البويضه حصل لها ستيت فممكن يطلع عندك هاف سايد او كوارتر سايد. يعني بتاع صور ممكن في صور نص اسمر نص اكتر. تمام؟ صح. وممكن تلاقي العصفور ده ثلاث ارباعه 75% اخضر مثلا والجزء اللي هنا طلع ازرق. هتجيب اثنين هاف سايكرز عمرك ما هتقدر تورث الصبرين. طيب يشمل هاي الفقره تشمل العين وبس الريش والجسم؟ يعني العيون ممكن تقطع واحده سوداء وواحده حمراء؟ ممكن تقطع واحده ايه وواحده بلاك اوت عاديه. شكرا. وهتلاقيها كمان في القطط. ساعات تبص للقطط هتلاقي عين زرقاء عين خضراء. دي كاريرا او هاف سايكل. تمام؟ طفرة الموزايك أو بوريش موزايك. موزايك؟ شوف بطل.
طفرة اسمها موزاييك. تفكيرك في أي أسئلة تانية بخصوص أول جزء introduction اللي أنا قلته؟ طيب هنخش على الجزء التاني الماسكينج فينومينا أو ظاهرة الإخفاء أو القناع. حتى عنده فكرة عن موضوع الماسكينج؟
ما بين سبانكل سنجل فاكتور او دومينانت تايب اللي هو الباندت والتمغمض. الفرق اللي هو ده عامل مصري للسبانكل او الباندت ليه؟ افرض حضرتك عندك ما احاول ابسطها، افرض حضرتك انا عندك ذكر اينو ومجوزه مع انثى سبانجل دبل فاكتور، سبانجل دبل فاكتور او سبانجل سنجل فاكتور تمام، والذكر هيورث في ولاده بنات اينو صح؟ البنات الاينو اللي هتطلع دولت عملوا ماسكينج لواحد من اهاليها البندل او الاسبانجل، فبالتالي لما هتيجي تاخد الفرد الاينو ده هتستخدمه بعد كده مع نورمال او اوفرلاين، هيحصل ريفليكشن للماسكينج اللي هو كان واخده من اهاليه. واخد؟ اي سؤال؟ طيب تاني، يبقى انا عندي الطفرات الاساسيه في الماسكينج الاينو، وما دام قلت اينو يعني انا بقول البينو ولوتينو وليسينو، ده اللي هو السكس تي اللي هو مرتبط بالجنس، والاسبانيا دبل فاكتور ده دوميننت، والدي اس تي اللي هو دارك باي كلير اللي هو طفره ريسيسيف. مين راس الحربة او مين المسؤول او مين الزناد اللي بيفكر عملية الماسكينج؟ البلاي ميكر عندي هنا حاجة اسمها عملية الابيستس. اللي بيحصل؟ بيحصل تفاعل متعدد الجينات حيث يتحكم احد الجينات في النمط الظاهري لجين اخر. بمعنى ايه؟ جين الايلو تحكم في جين اخر اللي هو السبانجل او الدومينانت بايت. اول ما يعرف بالجنس المسح الحجم والمترتب عليه عمليه الماسكينج. في هذه العمليه هناك نوع من الجينات لها القدره على الغاء او حجم مفعول جينات اخرى. السبانجل دومينانت والايلو مرتبط بالجنس، المفروض ان الدومينانت ده تغلبه، لكن وانس العمليه دي حصلت جين الايلو حجب جين السبانجل خفاء. طيب ده المثال اللي سالته لحضرتك، لو انا عندي ذكر اينو مجوزه انثى سبانجل سنجل فاكتور او دبل فاكتور هيطلع، انا هتكلم هنا عن البنات اللي هيطلعوا هم الاينوس. جوزت الاينوس دولت البنات دولت مع ذكور نورمالز لقيت سبانجلز، يبقى انا عرفت ان البنات دولت مصر. واضحك؟ سألك بقى سؤال تاني، في جزئية تربية التكساس عندك في مرحلة غسل اللون وتكثيف اللون. تكثيف اللون انت دخلت تكساس على نورمال او اوبراين، غسل اللون لقيت اللون غامق يبقى انت لازم تغسله كده. طب انت المشكلة دلوقتي لو انت جوزت فرد تكساس مع حتة ايه ولقيت في الولاد تكساس باندت تكساس سبانجل، يبقى بالبديهي الفرق الطرف الايلو اللي حضرتك استخدمته في عمليه التزاوج دي عامل مصر. انا عن نفسي لما باجي ادخل ايلو مع تكساس لازم اكشفه الاول، يعني ايا كان الطرف الايلو ذكر او نتايه لازم اديله نورمال او اوبراين واشوف الانتاج. ما دام ما فيهوش سبانجلز، ما دام ما فيهوش دومينانت بايتس، خلاص يبقى انا اتاكدت ان العصفور ده مش مصري. حته تاني، لو انت عايز تستخدم ايلو
وتضمن وانت مغمض ان هو مش حاصل. لو انت عندك بكر سكريب كيلو